صبيان النشأة
فيها، فتأثرنا سلبا منها. ارتفاعات الأسعار البترول اللي طلعت وقت صغير جدا ب 87 دولار ثم بدأت تهبط تاني، زي ارتفاع أسعار الفايدة في الأسواق العالمية، زي بعض المستثمرين اللي قالوا إن اللي بيحصل في دول زي الأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا وغيره راح يسجل وخد فلوس وخرج. زي أمور عديدة، حرب تجارية اللي شغالة بين أمريكا والصين وعراقهم، كل ده عمل إغماء من عملية النظام التركيزي وعدم التراكم، ودي أصعب بيئة حد يشتغل فيها. لما تكون أنت ما كانش عارف هو الصبح هيبقى بكرة الصبح هيبقى فيه إيه؟ الناس بتبقى عندها حالة من البلد وقلقان من بكرة والدنيا يمكن إحنا شفنا انعكاس دوت تاريخيا معانا، ولكن مع كل الكلام ده قدرنا الحمد لله رب العالمين نحافظ على تماسك تحقيق المستهدفات بتاعت الدولة.